اعتذروا لابنائي ابناء المدينه الجديده ان صدر مني شي حاجه اللي تفهمات خطا. بالعكس مرافق صحيه ولا مراحيض ما كاينينش في وسط المدينه. الكورنيش كيف ما كان دابا راه عامين وثلاث سنين باقي هو مازال حتى شي حاجه ما كتطمع الناس اللي برا باش يجيو يعاودوا يشوفوها في جديده. كيقول لك جديده نجي نقدر ندوز فيها يومين صافي. ولكن الحفر اللي قريبه ليها بناتها كتلقى واحد الحفره كبيره وكتلقى واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الحفيرات دايرين فيها هذا العام عصغورين. لان هذه الحمله اللي دارت هذا الاصلاح ديال الحفار هو عمليه مبرمجه اللي غيكونوا فيه ثلاثه قاعات ديال السينما وغتكون فيه مطعم من العيار الثقيل وغيكون فيه وكاين فيه هذيك لافرانشيز اللي تبات بشكل سلبي وانا ما عنيتش بها بشكل سلبي بل عنده شي حوايج خصو يخلص. كاين ضرائب كاين بزاف الاشياء اكيد هاد المواطنين يخلصهم. وكاين دابا حمله ديال التحدي المخدر يعني. ولكن غنسولك العلماء ولا الاطباء اللي هضروا يعني على كوفيد واللي شخصوا هذه الحاله يعني هذا الفيروس هذا واش قالوا كينتقل عبر الهاتف؟ وكتحرجني دابا كتسولني اسئله ماشي انا اللي غنجاوبك عليها. لا حتى انا كنقول لك انا كنقول لك حيت حنا شخصيا متصلين به باش الناس حتى هما يفهموا لان الاتصال به راه هو يعني حتى هو حاط واحد التدوينه في الصفحه الرسميه ديالو. اكيد واش مدارك تدوينه فيسبوكيه غادي تبرد هاد الناس اللي شاعله فيهم هنا واحد الناس ديال جديده كيقول لك حتى شي واحد ما خدام وحتى البلديه ولا كذلك العامله ما محركينش وما دايرينش يعني واحد الجهد من جهتهم باش ان هذوك الشركات اللي كيجيو يستثمروا في المدينه ديالنا من يعني داكشي اللي عند المدينه ديالنا ما كنستافدوش منهم. تناضوا خرجوا الناس ومشات الصحافه وصورت مع السكينه وصورت مع هذه عاد سمعتي المشروع تحط وعاد سمعتي ما بغيتش نهضر في امور سياسيه. هذوك المبادرات الوطنيه التنميه البشريه دابا كنهضروا على مدينه جديده راه ما كنصنفوش هذا اللي داروا ولا هذا اللي هذه راه مدينه جديده واحب من احب وكريه من كريه راه كنا مسؤولين عليها وقطاعات حكوميه كاع وبكل شيء. السبيطار كتقال عليه اكبر مستشفى في شمال افريقيا يعني هذه الهضره اللي كتقال شفتي من برا تبارك الله البنايه وكل شيء دخلتي لداخل كتلقى العكس ديال ديك التوقعات اللي توقعتي برا. يعني انت صفتك كمسؤول اقليم جديده شنو الراي ديالك يعني في 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 المجال ديال الصحه في الاقليم؟ يعني ما كاينش واحد ولا ناس من المجلس ولا واحد اللجنه كيكلفها المجلس باش انها تمشي تراقب هذيك الشركه باش ما يكونش الغش ما يكونش هذاك باش هذوك الفلوس ما نضيعوهمش هذوك الفلوس ديال الشعب. متابعينا لشوقع تي في كنحييكم مره اخرى في تتبعنا للحمله اللي بداها الشباب ديال الاقليم الجديده اللي كانوا غير راضين وساخطين على الوضعيه اللي كتعيشها المدينه ديالهم. ودائما من اجل تنوير الراي العام والوصول الى الحقيقه كناخذ دائما الراي والراي الاخر. الان معنا الكاتب لجماعه اقليم الجديده السي الرهني اللي كان قبل خرج في واحد تصريح وكان على شكل مقال اللي بزاف ديال الناس انتقدوه وبزاف ديال الناس ما عجبتهمش الطريقه كيفاش رد على الاراء وانتقادات ديال الناس وشباب المدينه. اذا السي الرهني كسؤال اولي لجميع الناس باغي يسولوك وضعية ديال المدينة، ما نبغيش الجواب ديالك كمسؤول في الجماعة، إنما نبغي الجواب ديالك كمواطن وكجديدي. شكرا سي حمزة، شكرا موقع أشواقع على تتبعه لشأن تدبير الشأن العام المحلي بمدينة الجديدة. متتبعي هذا الموقع السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك مع الأخ حمزة. وفي الحقيقة أنا كمواطن جديدي وكمدبر للشأن العام ككاتب للمجلس الجماعي لمدينة الجديدة تقييمي للوضع داخل مدينة الجديدة في إطار الاختصاصات المخولة للجماعة الترابية أعتقد بأنه الحصيلة إيجابية وسنتناولها يعني نقطة بنقطة وسنبين يعني هذه الحصيله في جميع مناحي تدخل جماعه ديال المدينه الجديده. ولكن اسمح لي سي رهني نقطعك، قلتي ان الحصيله ايجابيه الا خديتي يعني النظره ديالك من الجانب ديال الجماعه. هناك حصيله فيها نقاط قوه وفيها نقاط ضعف، اكيد لم نستطع ان ننجز كل ما كنا نتوق له لما يعني تسلمنا زمام السير في هذه المدينه العزيزه. لإكراهات عدة يمكن أن نلخصها في بعض السطور لكي لا نثقل على
المتتبع للشأن المحلي، وهذا الشيء الحقيقة المتتبع تيبغي الحاصلة أشنو درنا. الإكراهات هذه إكراهات كتدخل عليها أنت اللي خصك تدبرها، المواطن اللي كيصوت عليك يتسناك تبين ليه خدمتك، تبين الخدمة. قبل ما نخوض في هذه النقاط هذه أود أن أبدي بإشارة كان توصل معي الموقع ديالكم لإعطاء إبداء الرأي في الحملة التي خاضها الشباب وبعض الممتهنين لسيارات الأجرة، وهذا من حقهم، ديال الحملة ديال الملصق ديال يعني الحفار اللي كاينة في المدينة. أولا أنا في التصريح ديالي قلت بأن هذه الظاهرة غريبة على مدينة الجديدة، وبالفعل راه أول مرة كدار هذه الحملة بهذا الشكل هذا. الغرابة في الأمر هو أنه كنتمنى تكون الأولى وما تكونش الأخرى، يتبعها يعني حملات أخرى، لأن حتى الجماعة ديال الجديدة ما يمكن ليهاش توصل الأهداف ديالها إلا ما تعاونوش معها الشباب. غير هو الكلمة ديال الغريبة هي اللي خلات واحد اللبس خدات بشكل سلبي، وأنا ما عنيتش بها بشكل سلبي، بل قلت بأنه فعلا هذه أول مرة كدار هاد الحملة، وأنا أباركها وأنا أشد على أيدي الشباب. وفي الحزب اللي كنتمي ليه أنا راه القاعدة الكبيرة ديالو هي ديال الشباب، وكذلك هما تفاعلوا إيجابيا مع هاد الحملة هذه. إلا يجب الإشارة لواحد جوج ديال النقاط أساسية جدا. الكثير يعتقد بأنه هاد الحملة ديال الملصق هي اللي خلات المجلس اليوم هذه مده 3 ديال الايام دات اصلاح ديال الحفار في مدينه الجديده، بان هذه الحمله اللي دارت هذا الاصلاح ديال الحفار هو عمليه مبرمجه كانت وكدار 3 سنوات بموجب الميزانيه ديال التسيير، يرصد مجلس الجماعه 2 مليون ديال الدرهم سنويا لهذه العمليه ديال الاصلاح ديال الطرقات، وداخله في الميزانيه ديال التسيير، وكنسطر على الميزانيه ديال التسيير. وكاين واحد المجموعه ديال الصفقات اللي غنهضروا عليها اللي يعني اعاده الهيكله ديال واحد المجموعه ديال الشوارع اللي هي يعني كبيره في مدينه الجديده، وغنذكروا عليها حتى يوم من بعد غنذكروا، ولكن نكملوا هذه الصفقه هذه ديال يعني مشروع قلتي 3 سنين 2 مليار ديال الدرهم في السنه، 2 مليون ديال الدرهم سنويا يعني باش انا تصلح هذوك الحفر. نعم. والطرقات. نعم. يعني نعم. هنا رجعوا لواحد النقطه، واحد الكلمه اللي بزاف ديال الناس قالوها ديال الترقيع، مازال كاين الترقيع في المدينه. ولكن السيراني انت راك يعني في المدينه وعندك سياره وكتدور في المدينه، ملي تجي تشوف الحفره اللي شفناها هذا العام، واخا كتجيو نتوما وكتصلحوها كنرجعوا نشوفوها العام الجاي ونفس الحفره. وانا الا مشينا غير حدا لاكار ديال التران تما اللي كيجوا زوار تلقى نفس الحفره كل سنه كتبان. دابا اللي خص يعرف المتتبع بحال شي مرض كيبان في كل عام سرطان يعني بحال الحفاري في المدينه. دابا خاص المتتبع يفهم بان الاصلاح ديال الطرقات عنده واحد لا ديوري دو في، يعني الطريق اللي كتعاودها انتغرالمون، يعني كتعاودها من جديد مع انك عاودتيها من جديد، وعاودتي لها التروطوار ديالها، وعاودتي لها البافي ديالها، وعاودتي لها الزفت ديالها، وعاودتي كل شيء من جديد، راه ضروري ما عندها اون ديوري دو في. ما كت يعني في اقصى الحالات ما كتفوتش 25 عام كتبدا ديك الطريق خاصها تعاود عاوتاني انتغرالمون. هذا الشيء كان في البلديات منذ زمان، قبل ما تكون هذا الشيء ديال لا جيستيون ديليغي وديال الصفقات، كان لو سيرفيس دونتروتيان ديال الطرقات كان في البلديه، كانت البلديه عندها امكانيات ماليه يعني لوجيستيكيه وبشريه ديالها، فيما بانت شي حفره في الطريق كيخرجوا الناس ديال البلديه هما اللي كيسدوا هذا الشيء، راه الناس اللي قدام كيعرفوه. ولكن القانون اللي ولا كيعطي هذه الاتاحه ديال انك تفوت هاد الاصلاح ديال الطرقات للشركات، هو اللي خلى انها هاد الطرقات، اولا الطرقات اللي مرات عليها هاد السنوات، وراه ماشي غير في الطرقات، انا نجيب لك حتى الاناره العموميه كاين فيها مشكل. الاناره العموميه حتى هي راه خصها واحد 25 عام 30 عام خصها تبدل انتغرالمون، وهاد الاصلاح ديال الاناره العموميه حتى هو بحاله بحال في الطرقات. فعلا. تالي هاد المجلس سبحان الله العظيم، يعني في هاد الوقت بالذات المجلس السابق استثمر واحد ما يقارب واحد 43 مليار ديال السنتيم، 430 مليون ديال الدرهم في اصلاح الطرقات. الكل يعلم المآلات ديال هذا الملف، وكل يعلم بان هذا الملف وعلى الاقل واحد جوج ديال الصفقات فيه 16 و17 راهم باقيين موقفين الان لانهم ما اكتملوش. باش تعرف القيمه
اللي كيتصلحوا بها الطرقات. وهاد 43 مليار ديال الانفستيسمون في الطرقات كان خداها المجلس السابق دي كريدي من الفاك، يعني ديون من داك سميتو المديريه ديال التجهيز التابعه لوزاره الداخليه الفاك، يعني خداها ديون. وهاد الديون كتمتص لينا حنا اليوم من الجماعه واحد 3 ديال واحد 30 مليون ديال الدرهم، تقريبا 30 مليون ديال الدرهم كتمشي من الميزانيه اللي فيها 15-16 مليار، كتمشي منها واحد 3 مليار كلها ديون، لدرجه انه المجلس الحالي امام هذه المعضله ديال التهالك ديال الطرقات وديال كذلك الاناره العموميه والاصلاحات كي قلتوا اللي سماوا الاخوان ترقيعيه، هي اصلاحات دائمه ديما، ولكن امام هذا التهالك ديال الطرقات والحفر ولاو كثار، يعني الطرقات متهالكه كثيره بزاف ما غتكفيهاش هذيك جوج مليون ديال الدرهم، التجا انه يمشي يدير ان كريدي من الفاك باش يمكن يصلح هذه الطرقات هاد. الا انه مع الاسف الفاك رفض لنا الكريدي لان الخط الائتماني ديالنا والميزانيه ديالنا لا تستطيع ان تفي بالديون اللي فايته اللي كنا خدناها، وكي قلت اللي تمتص لنا ما بين الفائده ديال الدين واصل الدين تقريبا واحد 3 مليار و 2 مليار و 800 مليون كتمشي من العام للعام. وهاد جوج نلاحظ انها 2 مليار و 800 مليون لو اننا ما كناش واخدين هذه الكريدي كانت تكون فائض فعلا، فائض زيد عليه الفائض اللي كتحقق دابا تعود عندك واحد 4 مليار ديال الفائض في العام يمكن دير بها اصلاح ديال الطرقات دو بوني دي فورم. متفق معك، ولكن واحد المساله المشروع يعني 3 سنين وكل سنه كنخسروا جوج المليون ديال الدرهم. نعم. يعني هي 6 مليون ديال الدرهم تخسرات في نفس الحفر، ما كتشوفش انك نكبوا من في رمله. انا غنجيك لهذه القضيه ديال الحفر، الحفر ماشي نفس الحفر دائما هي اللي كتعاود، ولكن الاغلبيه انا نجيك لهذا، ولكن الحفر اللي قريبه ليها بناتها كتلقى واحد الحفره كبيره وكتلقى واحد 3 ولا 4 ديال الحفيرات دايرين بها هذا العام عصغورين، كتجي هذا العام كتغطي هذيك اللي كبيره لانك خصك هذا البيجي خصك توزعوا على جميع الاحياء، والا غادي تعود دير الميز. اولا الشوارع الكبيره ضروري خصك تغطي الحفار ديالها، وملي كتشري شي حاجه كتمشي للاحياء يعني اللي الثانويه والاحياء الشعبيه، بالتالي ما يمكنش لك يعني تكب هذيك 2 مليون في شارع ولا جوج شوارع وتخلي شي لا، كنمشيو نصلحوا بالامكانيات اللي كاينه. هادشي اللي عطى الله، كاينين جوج ديال الصفقات هما كيداروا هما دي كونترا كادر، يعني صفقات اطار، كاين الصفقه الاولى ديال الحفار هذه ديال اصلاح الطرقات، وكاين الصفقه الثانيه ديال الصيانه ديال الحدائق وديال ديال لي زيسباس فير، حتى هي فيها واحد المونطون تقريبا واحد جوج ولا 260 مليون تقريبا من العام للعام. وراه لاحظ المتتبع ان الحاله البيئيه في مدينه الجديده وخاصه الحدائق والاشجار ديال الزينه وهداك الشيء كلها ولات كتحظى بواحد واحد 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 العنايه. انا نهضروا على الصفقه يعني اللي كتعطيو ديال 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 الحفر. نعم. ديال الاصلاح، يعني نتوما كتخرجوا من المسؤوليه كتعطيوها لواحد الشركه. نعم. ديك الشركه كتجي كتصوب. كنلاحظ انا يعني كرايي الشخصي ان يعني ما حد قلتي انت ماشي كاع الحفر، انما الاغلبيه ديالهم كيرجعوا كل سنه كاين غياب ديال المراقبه، يعني ما كاينش واحد ولا ناس من المجلس ولا واحد اللجنه كيكلفها المجلس باش انها تمشي تراقب هذيك الشركه باش ما يكونش الغش، ما يكونش هذاك باش هذوك الفلوس ما نضيعوهمش، هذوك الفلوس ديال الشعب. أكيد. يعني ما تضيعش هذا مال عام. هذا راه اي واحد غتجي غتقول لي جوج المليون ديال الدرهم كل سنه كنحطوها على الحفاري، راه الا تبعتي الراي العام وشفتي الناس اش كيقولوا راه هذا غادي تفهم الكلام ديالي فين غادي. اكيد اكيد انا اتفهم كمواطن جديدي اولا كي قلتي، وك مدبر الشأن العام ككاتب ديال المجلس ومستشار جماعي، اتفهم الغضب ديال الناس. كنا عندنا السيارات ديالنا وكنا كنعاني من هذا الحفار، هذا واقع كنعيشوه. اكثر من ذلك عندنا الحافلات اللي خاصه حافلات النقل العمومي اللي هما على العاتق ديالنا، هذه كذلك واحد الخدمه اللي فوتناها لواحد الشركه هي اللي كديرها، يعني راه يعانون الامرين مع الشوارع اللي محفره خاصه في الاحياء الهامشيه، هذا واقع كنعيشوه. الامكانيات اللي كاينه هي اللي كاينه، ما يمكنش دير شي امكانيات اخرى. انا اعطيك واحد المثال بسيط سي حمزه، هو انه رغم ان الماليه ديال الجديده تعرف تطورا مضطردا سنه عن سنه، ملي دخلنا في 2015 2016 الميزانيه ديال 2000 يعني الميزانيه ديال 2015 كانت تقريبا واحد 140 مليون ديال الدرهم، طلعت العام الاخر 150، طلعت 160، دابا طالعه 180 تقريبا 170 180 درهم. السنه اللي فاتت 170 180 درهم، 180 مليون ديال الدرهم ديال الميزانيه، يعني واخا الميزانيه كتطلع
راه خصك تعرف بانه الهامش ديال التحكم ديال الميزانيه اللي معطيه للمجلس لا تفوق 6% في يعني في احسن الحالات. الا استحضرنا لي شارج فيكس يعني المصاريف القاره ك يعني الاجور ديال الموظفين كشركه النظافه ك لا دي شارج بيبليك ك يعني الراديج كواحد المجموعه ديال الديون المتراكمه على على الميزانيه ديال الجديده، كذلك الاحكام القضائيه اللي ولات بقوه القانون ان اي حكم قضائي نهائي الا ما بغيتيش تخلصو رغيت يمشي لك الا سورس، يعني من عند الخازن الوطني كيمشي الا سورس السيد كيدير اعتراض وكياخذ لك فليسات من الميزانيه وما عندك ما دير، لان القانون هو هذا. زائد واحد المجموعه ديال المتطبيقات ضروري كي قلت بانها يلا عندك 6% ديال لا مارج دو مانوفر اللي يمكن لك تحكم فيها، اما ما تبقى كله مصاريف قاره. نحمد الله ونشكره اننا في كوفيد وباقيين كنلقاو باش نخلصوا العمال وباقيين كنلقاو باش نخلصوا لا جيستيون ديليغي وباقيين كنلقاو باش المدينه ما توقفش. كذلك يجب الاشاره ان هاد 6% هي اللي كناخذوا منها ديك 200 مليون ديال الطرقات، كناخذوا من هذيك 200 مليون ديال المساحات الخضراء، ناخذوا من واحد المجموعه ديال 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 الارصده الماليه باش يمكن الجماعه ان تكمل. ومع ذلك حنا ما مواقفينش، حنا ما مربعينش يدينا. الخبر صار الذي كنا يعني سقناه للشارع الجديد والحمد لله انه اليوم راه على ارض الواقع كاين، هو المشاريع المهيكله ديال واحد 5 ولا 6 ديال الشوارع مدينة الجديدة بقيمة 13 مليار ديال السنتيم، يعني واحد 130 مليون درهم فيها سيفونسيون. أقول لأن الكثير روج أن هذا كريدي غادي يتقل الكاهل ديال الجامعة ديال الجديدة، أقول وأعيد بأن هذا سيفونسيون دعم من وزارة الداخلية ديال 10 المليار زائد واحد لا كوتيزاسيون ديالنا حنا واحد 3 المليار كنحاولوا كيفاش ندبروها من هنا ومن هنا باش نوفوا الوعود ديالنا وتلونصاو الصفقات ديال هاد الشوارع. الشارع الاولاني هو شارع محمد الخامس، وقد افاجئك السي حمزه ان شارع محمد الخامس ما كانش فيه لاسينيسم، حيت الشارع خاص يكونوا فيه جوج ديال لي زاسينيسم، كاين لاسينيسيون ديال لي زوبليفيال ديال الماء ديال الشق هذيك كتمشي مباشره للبحر، وكاين لاسينيسمون ديال الميناجير ديال اللي كيجي من الديور وهذاك الشيء، هذاك كيمشي للمحطه ديال المعالج ما خصوش يتلاح في البحر. بحال هكا شارع محمد الخامس في لاسينيسمون بلوفيال هي اللي كاينه اليوم، غادي تعاود لاسينيسمون، غيتعاود الشانطي، غيتعاود البافي، غتعاود ليكليراج بيبليك ان شاء الله. دابا الصفقات راه متلونصه، واللي دخلتي للموقع ديال الجديده راه يعني من هنا واحد 6 ايام ولا 7 ايام غتكون فتح الاضرفه ديال الصفقات. هذه الصفقه الاولى. الصفقه الثانيه كاين فيها قلنا عبد الكريم الخطيب شارع محطه القطار اللي غادي من الشارج غادي حتى المحطه ديال القطار غيتعاود كامل هذا. بالتالي هنا غنرجع لواحد النقطه اللي الاخوان كيطالبوا ان الاصلاح ديال داك الشارع، انا اعتقد من التبذير ديال المال العام هي انك هذاك الشارع غادي 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 تعاود كامل وتمشي اليوم دير لي الترقيع ديال هذوك يعني يمكن هذاك الشيء اللي داروا السائقين ديال الطاكسيات جزاهم الله خير، مبادره من عندهم وبغينا مبادرات مماثله من جميع الساكنه باش نتعاونوا على مدينتنا هذه، يمكن تفي بالغرض الى حين ان شاء الله غتبدا هذه الصفقه عما قريب ان شاء الله وغادي تعاود هذاك الشارع الذي نكمل لك عاد الشوارع. تقاطع شارع مراكش الى مخرج طريق مراكش، يعني هذاك الشارع اللي قدام المحطه الجديده غتفتح واحد الشارع ديال 50 متر اللي غيمشي يتلاقى مع شارع بيران زران اللي غادي طريق مراكش وغيمشي حتى للبلاكه ديال 40 ديال طريق مراكش، هذا كله غيتعاود. كاين شارع المسيره كذلك اللي دايز من قدام العبدي اللي شاد من الرومبوا مراكش وغادي حتى سميتو الشارع التقاطع ديال شارع جبران خليل جبران من جهه السوق ديال الجمله، هذاك غيتعاود كامل حتى هو، يعني بالكليراج ديال اللي كنهضر لك عليهم هادو شوارع غيتعاودوا بحال من جديد. كاين شارع كذلك اللي شاد من المستشفى الاقليمي وغادي حتى لدوار الشهب، هذاك حتى هو كذلك حتى هو غيتعاود كامل. يعني هذه مشاريع مهيكله، مشاريع اللي طلبت يعني غلاف مالي كبير، ولكن الحمد لله الشركاء ديالنا كذلك بالاستماته ديال السيد الرئيس والسيد عامل الاقليم اللي كنوجهوا له، وما غاديش نقنع من يعني ما غاديش نوقف من توجيه الشكر. كذلك في اطار ما درنا والو الشارع ديال المدخل ديال الدار البيضاء اللي كيتعاود من جديد واللي المتر دوفراج ديالو هي الجهه، وهذا استثمار كبير جنا المدينه جنا المدخل ديال الجديده
المدخل ديال الجديده كذلك من جهه سيدي بوزيد، مدخلين بجوج اللي تكلف بهم المجلس الاقليمي، المدخل اللي دايز من قدام اللي قدام من لافاك وغادي كذلك هذاك حتى هو تبدل، شارع فرنسا، شارع كذلك الناخيل، هذو كلهم شوارع اللي بالامس القريب كان اكبر المتفائلين ما كانش كيقول بانهم غادي يكونوا. ولكن ما حدك هضرتي على شارع فرنسا رجع معك واحد النقطه ذكرتيها، قلتي ان السبب اللي خلانا اليوم خرجنا وكنقولوا راه كاين مشاريع وكاين هذه ماشي هو ديك الحمله ضرتنا ولا الناس وركوا علينا يعني بهذا المفهوم، انما حنا بغينا نقول الراي العام. وانا غنرجع معك لبزاف الحوايج، تصوروا تحطوا في الفيسبوك، هضروا عليهم جرائد لا محليه ولا كذلك وطنيه، عاد شفنا المجلس والجماعه الجديده تدخل وبدا يصوب وبدا كيرقع، وانا الا جيتيني بغيتيش نجبدهم لك كاملين هما راه بزاف. مرحبا وبن بينهم حتى شارع فرنسا، تناضوا خرجوا الناس ومشات الصحافه وصورت مع الساكنه وصورت مع هذه، عاد سمعتي المشروع تحط وعاد سمعتي ما بغيتش نهضر في امور سياسيه الحقيقه، انا كنور الراي العام والشارع الجديد ما بغيناش ندخلوا في ملاسنات سياسيه. متفق. اما هذه مشاريع كانت مبرمجه في السابق، انا كنقول لك الاتفاقيه اطار ثلاثه سنوات هذه باش بدات ديال 200 مليون، راه ماشي هذا العام، العام اللي فات والعام اللي قبل منه 200 مليون في 200 مليون و200 مليون ديال هذا العام. يعني كنت تسمح لي واش المناسبات السياسيه اللي دويتي عليهم يعني هو ان كاين شي وحدين كيحرضوا الراي العام باش انه ما بغيتش نقول هذا الكلام لان عاوتاني ما بغيتش الناس تحامل وتقول بانه راه راهني قلل من الشان ديال الشباب. الا دخلنا وشفنا المضمون ما كنشوفوش ان كاين تحريض، راه فعلا الا جيتي تشوف الشارع راه تلقى محفر تشوف حالته. خليني عاد نكمل لك. مرحبا. كذلك النقطه ديال شارع فرنسا كانت مبرمجه لان شارع زنقه فرنسا ملي تسلمنا امور هذه المدينه وهاد الناس كيجيو وكيجلسوا مع الساده المستشارين وكيجلسوا مع السيد الرئيس واخذنا على عاتقنا ان هاد زنقه فرنسا نرجعوا لها الاعتبار ديالها لانها خصها فعلا تصوب من الشوارع اللي كانت مبرمجه في الفتره السابقه ولكن لظروف ما فهمتش علاش ما حضرتش بسميتو بالالتفاته، اليوم هو حققناه شارع فرنسا وكذلك شارع الناخيل. انا تنقول لك هذه مشاريع اللي كانت مبرمجه، انا ما تنقولش بان هذا الشيء ما كاينش ديال الحفار ولا حقه ولا، انا كنقول لك بانه 200 مليون قلتها في تصريح سابق بان المجلس راه صادى 200 مليون ولكن جات الامطار الاولى والامطار الثانيه والامطار ديال الدور. اليوم راه الناس خدامين كيصلحوا في الشوارع ولكن تحسبا تقدر تكون الامطار لانه ملي كتخرج تصلح الشوارع ما خصش الامطار تكون، والا غنعودوا هذيك هو التبذير ديال المال العام الحقيقي ديال ان الامطار كتصب وانت كتصوب في الشوارع. نتمنوا ان هاد 200 مليون على الاقل لانه يجب الاشاره بان لاصلاح جميع الشوارع ديال المدينه الجديده باش نكونوا واضحين غادي خصنا على الاقل واحد 30 مليون ديال الدرهم، ثلاثه ديال بليطو 300 مليون ديال الدرهم، 30 مليار ديال السنتيم الا بغيتي تعاود الشوارع كلها. واش كيبان لك لوجيك ان شارع جبران خليل جبران وان لا سي جي وان سميتو حي المطار وان واحد المجموعه اللي نبتات جديده اليوم في الجديده ان الشوارع ديالها تدوز 10 سنين وتهالك؟ ما غاديش ماشي شي 10 سنين حي المطار يلا ولينا كنسمعوا 5 سنين 6 سنين ابعد تقدير غيكونوا بداو في 2011 2012 ابعد تقدير وتهالك الشوارع بهذيك الطريقه. ها علاش قلت لك ما خصناش نهضروا في السياسه لاننا احنا المواطن ما كينتظرش منا هذه الملاسنات فعلا كينتظر منا اننا نخدموا اننا نديروا منتوج واننا نجيبوا كذلك. انا هذه الحمله اللي داروا هاد الشباب بغيتهم يتعاونوا معنا، عندنا حق ديال البلديه الباقي استخلاصوه ديال المواطنين وديال مجموعه ديال الدائنين اللي كنسالهم البلديه الجديده الديون، بغينا تكون واحد الحمله ديال اننا كلنا نساهموا اللي عنده شي حاجه يمشي يخلصها البلديه باش البلديه تكون عندها الامكانيات باش تصلح. راه البلديه راه نهضروا على المواطن يعني خصو يخلص البلديه باش البلديه تصلح، يعني عنده شي حوايج خصو يخلصهم. كاين راه كاين بزاف الاشياء اكيد هاد المواطنين يخلصهم، وكاينه دابا حمله ديال تحد ما خدام وهذه عاوتاني هي اللي غتجرنا الحوايج اخرى، حيت هاد الباقي استخلاصه ماشي غير ديال هاد العام ولا ديال هاد العامين، الباقي استخلاصه راه كاين سنوات بالعشرات ديال السنين، كاين الباقي استخلاصه اللي تقادم، كاين الباقي استخلاصه اللي مواليه ماتوا الورثه ماتوا كلشي مات، يعني خاص التحيين ديال هاد الوعاء الضريبي باش يمكن على الاقل تريكيبيري منه واخا واحد 20% ولا 25% يمكن تصلح بها.
كذلك السنه اللي فاتت السنه الماليه اللي خرجت كانت سنه صعيبه بزاف، ماشي غير على بلديه جديده بل على جميع الجماعات الترابيه وقطاعات حكوميه كذلك الى غير ذلك. كاين مجموعه ديال الاعفاءات اللي دارتها الدوله ميمكنش تستخلصها، كاين كذلك الانكماش ديال الحركه الاقتصاديه في المدينه، وحنا باقي كنعيشوا بعض المظاهر ديال هذا الانكماش. نتمنوا سيدي ربي اننا نخرجوا من هذه الجائحه ديال كوفيد باش يتعاود يتعافى. انا نعطيك واحد الرقم بان حتى باش تعرف بان هذا الشيء عنده تداعيات على المستوى عالمي وعلى المستوى وطني وعلى المستوى مركزي، انه التي في هذا العام لا تاكس سور لا فالور اجوتي، يعني الضريبه على القيمه المضافه، واللي هي مورد من موارد الجماعات المحليه واللي جات ناقصه هذا العام تقريبا بواحد 20 حتى 25% ديال الميزانيه اللي مولفه كترصد الجديده هذا العام ناقصه. بالتالي الا استطعنا اننا يعني ما نخرجوش خاسرين هذه السنه الماليه، يعني يكون النفقات قد قد المداخل ديال الجديده، غنكونوا حققنا شي حاجه. لان مجموعه الجماعات انا كنتصلوا بجماعات اخرى، كاين مجموعه الجماعات كيعيشوا وضع يعني وضع كارثي، وضع يعني ينذر بالسكته القلبيه ديال بعض الجماعات، ولكن في الجديده الحمد لله الامور متحكم فيها. سير هاني يعني انت كدوب واحد المنطلق عقليه سياسيه، عندك يعني واحد الخبره في السياسه، ولكن الا خرجنا عند الناس في الشارع حتى شي واحد ما كيفهم في السياسه، حتى واحد ما عارف شنو هو بالضبط الدور ديال الرهن، ربما غيشوفك خارج وانت في البلديه انت ما درتيش، واخا عارف انت ما عندكش الصلاحيه. اذا الا خدينا بهذيك العقليه وهذاك الكلام ديال الشارع الجديدي، وانا دابا غادي نوصلوا لك الناس ديال الجديده كيقول لك حتى شي واحد ما خدام، وحتى البلديه ولا كذلك العمل ما محركينش وما دايرينش يعني واحد الجهد من جهتهم باش ان هذوك الشركات اللي كيجيو يستثمروا في المدينه ديالنا من يعني داك الشيء اللي عند المدينه ديالنا ما كنستافدوش منهم. كيجيو شركات خارجيه كيسيبوا معاهم ناس من برا يخدموهم، ولا الجديده ما كيخدموش. الهضره غتكون سمعتيها مرارا. اكيد اكيد هذا امر ما كيتعلقش ب ماشي اختصاص ديال الجماعات الترابيه، ولكن راه الناس كيحملوا المسؤوليه. حنا ممثلين ديال الساكنه وعلى راسنا وعينينا اننا نوصلوا لهم الصوت ديالهم للدوائر على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الجهه وعلى المستوى الوطني. هذا اكيد هذا دورنا حنايا، واخا القانون يعني حاصر بين قوسين تدخل ديال المستشارين وديال المجلس في اطار تدبير ما هو قانوني، ولكن مع ذلك كاين عبر الاحزاب السياسيه، وهذا نقطعوا ثاني غنرجعوا نهضروا فيه انا وياك، عبر المجتمع المدني، عبر البرلمانيين، عبر واحد المجموعه ديال الاليات يمكن حنا نكونوا وسطاء باش نوصلوا الصوت ديالنا. اللي معول عليه في الجماعات الترابيه هي 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 اللي بغيت تقول تحضير ارضيه ديال الاستثمار. تحضير ارضيه ديال الاستثمار ماشي غير اختصاص ديال الجماعه بوحدها، بل هو اختصاص مشترك ما بين القطاعات الحكوميه، ما بين السلطات الاقليميه، وما بين كذلك الجماعات الترابيه وحتى المواطنين. راه نقول لك واحد انا بغيت هاد الشباب، وانا كنحيي الشباب يعني الغيره ديالو على مدينه الجديده وبغى يشوفها في ابهى حله مزيان، ولكن راه بالترويج للمسائل الايجابيه ديال الجديده راه استثمار كذلك. ما نكذبوا؟ لا ماشي غنكذبوا، انا جايك الكلام، انا جايك الكلام. ما كاينش في الجديده غير الحفار، كاين في الجديده مجموعه ديال الحوايج اللي يمكن لنا نروجوا لها على المستوى السياحه الداخليه، وخاصه انه بدات دابا امام الامكانيات وامام يعني التنميه ديال 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 العائلات وديال الاسر، وخاصه ذوي الدخل المتوسط بداو كيقلبوا على وجهات سياحيه، ومدينة الجديدة كانت وجهة مفضلة وستبقى إن شاء الله بإذن الله وجهة مفضلة ديال المغاربة كاملين. فعلا خليني نكمل الفكرة، كاينين بعض المدن التي تنافس مدينة الجديدة اليوم على الاستقطاب على المستوى ديال السياحة الداخلية. أنا بغيت هاد الأمور يعني نتعاونوا عليها كاملين، راه مدينتنا هذه. متفق معك. ماشي مشكل، حنا مع السياحه الداخليه، حنا مع الناس يجيو الجديد، لان كما كنشوف الصيف الجديده كتحرك كلشي كيجي لنا، يعني الناس كتعيش في هذاك الصيف. ولكن نسولك، هاد الناس اللي غاديين يجيو حنا باغيين نشجعوا السياحه الداخليه كيف قلتي، كيجي العام اللي فات جا الجديده وجا هذا العام كيلقى حتى حاجه ما تبدلت، مرافق صحيه ولا مراحيض ما كاينينش في وسط المدينه، الكورنيش كيف ما كان دابا راه عامين ولا ثلاث سنين باقي هو ما زاد حتى شي حاجه، حتى حاجه ما كطمع الناس اللي برا باش يجيو يعاودوا يشوفوها في الجديده. كيقول لك الجديده نجي نقدر ندوز فيها يومين صافي. اليوم المدخل ديال الجديده
واش راه هنا السياحه الداخليه ناس غتجي تشوف المدخل وخلينا نكمل خاصنا نشوفوا لهم الحاجه اللي غيجيو خلينا نكمل دابا المدخل ديال المدينه الجديده اولا الاصلاح ديالو غيعطي دفعه قويه الجديده بواحد المجموعه ديال المرافق الترفيهيه اللي غادي دار واحد ثانيا الملعب ديال الخيول بين قوسين اللي بغينا نهضر عليه واللي من 1912 والجديده رافعه يدها عليه اليوم على الاقل ولا باتريمون ديال الجديده ولا كيدخل شويه ديال الفلوس ومزيان هذاك المدخل يبقى ملعب ديال الخيول باش ما تمتدش ليه هذه الاطماع ديال الاسمنت المسلح ويرجعوا لنا المدخل ديال الجديده اسمنت المسلح. كاين كذلك البروجي اللي دار في ما يسمى بين قوسين في لافارج حتى هو مستقطب ما يكونوا عندنا ماركات فرانشيز داروا ضجه ذاك البروجي دار ضجه ولكن شوف الامور تكون واضحه البروجي دابا كاين كي غيكونوا فيه ثلاثه قاعات ديال السينما وغتكون فيه مطعم من العيار الثقيل وغيكون فيه وكاين فيه هذيك لافرانشيز اللي فيه ديال ديك الماركه العالميه اللي كاينه تما. كاين كذلك المخيم الدولي. المخيم الدولي خاص تعرف السي حمزه بان لونسينا فيه يعني كونسلطاسيون انترناسيونال استشاره دوليه ماشي غير حنا هذاك المرفق ديال 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 المخيم الدولي غيبقى فوكاسيون مخيم دولي وسميتو وغيبقى يعني مرفق سياحي ما غاديش نسامحوا فيه واللي غيشدوا يشدوا سويفون ان كيد شارج بانه غيكون مرفق سياحي. نتمنوا ان ود المدينه اللي كان شاد حتى هو يتبارى حتى هو يجيب ان بروجي ويتبارى هذاك 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 العقار فيه 6 ديال الهكتارات 60000 متر مربع كانت فيه 30000 متر مربع يعني تقريبا النص ديالو كان مخيم الدولي والنص الاخر بقى خاوي. اليوم يمكن يكون قاطره ديال السياحه في مدينه جديده وهذا هو المعول عليه المجلس اللي جاي يخدم فيه يشتغل فيه. كاين كذلك على المستوى ديال المدينه ساحه البريجه ما كانتش بحال هكاك تجار السمك ما كانوش بحال هكاك واحد هذوك المبادرات الوطنيه للتنميه البشريه دابا كنهضروا على مدينه جديده راه ما كنصنفوش هذا اللي داروا ولا هذا اللي هذه راه مدينه جديده واحب من احب وكريها من كريه راه كنا مسؤولين عليها وقطاعات حكوميه كاع وبكل شيء. كاين تجار ديال السمك كاين كذلك سميتو ساحه البريجه كنمشيو للجهه الاخرى كاين المدخل ديال المدينه الجديده اللي ولا من جهه سيدي بوزيد حتى هو ولا مرفق سياحي خاصك تشوفوا في العشيه كيفاش كيكون بالناس وسميتو. كاين كذلك واحد المجموعه ديال المناطق الخضراء اللي تحدات داخل المدينه كاين بارك سبيني اللي ما بقى كيهضر عليه حتى واحد حديقه الحسن الثاني وكيفاش كانت كيفاش ولات دروك. كاين كذلك الساحه ديال محمد الفاسي اللي كان جيت لوسيبي كيفاش كانت وكيفاش ولات. كاين واحد المجموعه ديال الاشياء اللي كتمشي كاين الحدائق العموميه كاين الحديقه اللي كاينه محمد امين هذه اللي كاينه هنا وكاين الحديقه اللي كاينه حدا السيبير ما كانتش بهذيك الحله. كاين واحد المجموعه ديال الاشياء اللي غاديه رويدا رويدا وسط الاكراهات الماليه واللوجيستيكيه وكذلك حتى البشريه. سولتيني قبيله على السويفي ديال الحفار خاص تعرف بان بلديه الجديده تعيش ضائقه خانقه من حيث الاطر ديال الجماعه اللي مشى لا روتريت ما كيتعوضش الاطر بداو كيقلالوا المدينه كتوسع من ناحيه النمو الديموغرافي ديالها كتعرف ان اكسبلوزيون ديموغرافيك يعني اعتقد من بين المدن اللي كتعرف اكسبلوزيون ديموغرافيك في المغرب من اوائل المدن لان المدينه الجديده غير في سنه 2010 كيفاش كانت واليوم كيفاش ولات راه النص ديال المدينه الجديده كان حدو حد ملك الشيخ شويه من لهيه واليوم سير شوف من ورا ملك الشيخ شنو تزاد سير شوف حي السلام كيفاش اكسبلوزيون كيفاش واحد المجموعه ديال المرافق واخا راهني سنين ويعني الساكنه ديال المدينه ولا كذلك المواطنين بصفه عامه كيتسناو في محطه طرقيه وكنسمعوا غتكون محطه طرقيه في جديده ولكن للاسف اليوم كاين مشروع وراه خدامين فيه ولكن الا سولنا شي واحد يقول لك انا هذيك المحطه ماشي في داك الشيء اللي كنا كنتصوروا وديك الهضره اللي كنا كنسمعوا غادي تكون بهذيك المعايير والمقاييس لانها صغيره وما كتمشاش حتى مع يعني الطاقه الاستيعابيه ديال المدينه المساحه اللي ديال الكيران اللي غادي نوقفوا ونهضر معك حتى واحد المشكل ديال هذاك الشونجمون تيران يعني مبادله بواحد الارض اللي هي غاليه خديتو ارض رخيصه وصغيره. اولا الكل متفق على اساس ان المحطه الطرقيه في شارع محمد الخامس خصها تخرج فعلا الرؤيه ديال تعقيبه ديال المصالح الاقليميه وديال السلطات الاقليميه الطرقيه تخرج من جهه لافاك وتمشي حدا لاكار ديال التران
استجابه لمجموعه ديال المعطيات وديال المعايير. غنجمعوا قطب ديال التنقل تما، غيكون فيه تيرمينيس ديال الطوبيس، غيكونوا فيه التيرمينيسات ديال الطاكسيات راهم كاينين تما، غتكون فيه محطه طرقيه وغيكون فيه المحطه ديال القطار. اولا باش نخفوا لا موبيليتي على المدينه، لان مدينه الجديده من المدن العتيقه، والحركه ديال التنقل ديالها في المدينه القديمه من يعني شارع محمد الخامس، شارع محمد السادس، شارع النابل، شارع الحسن الثاني، شارع الرافعي، شارع مولاي عبد الحفيظ، الشوارع اللي جات في المدينه القديمه ما بقاتش كتستوعب يعني التنقل في المدينه. وهاد لا موبيليتي راه كتخاد بعين الاعتبار في دراسات كبيره، وكان العامل السابق الله يذكره بخير بهذه المناسبه اللي كان جاب واحد الرؤيه يعني مخطط مديري ديال هذا الشيء هذا. المحطه الطرقيه اللي تحطت تما ما تحطتش عبثا، تحطت لهذا الاعتبار وتخادت فيها كذلك المعطيات الميدانيه، الموقع يعني الموقع استراتيجي، الموقع استراتيجي. ثانيا حتى المعطيات الميدانيه، لا موبيل يعني الحركه ديال التنقل عبر الحافلات ديال النقل العمومي بالارقام، شحال غادي خصنا ديال الكيران، شحال غيكون ديال لي ديبار من تما، شحال لا سوبرفيسي، داكشي ما كيتخادش عبثا. ما يمكنش بار اكزومبل ندير محطه طرقيه يعني في المقاييس ديال المحطه ديال ولاد زيان ولا المحطه ديال القامره ديال الرباط، وانا عندي الله واحد 25 30 ديبار اللي كتمشي منا. هذا اعتقد بانه اهل الاختصاص اللي هضروا فيه. كذلك المحطه الطرقيه ما كتجريهاش الجماعه ديال الجديده، هذه شركه مساهمه عندها مجلس اداري ديالها، عند الرئيس ديال المجلس الاداري حقيقه كيتمثل في يعني في الاخ حكيم الصغير واللي هو ممثل ديال الجماعه الترابيه ديال الجديده، ومعه واحد ثلاثه ديال الاخوان اخرين اللي هما السي البار، السي الرفاعي، السي حسن المرصاوي. اعتقد بانه هذوما اللي كيمثلوا الجماعه والاسهم اللي عند الجماعه ديال الجديده في المجلس الاداري. كاين فيه النقاله وكاين فيه كذلك وزاره النقل والتجهيز، هذو المجلس الاداري كياخذ القرارات ديالو. هذيك الارض ما كان عندها حتى علاقه بالجماعه ديال الجديده، الارض اللي عندها العلاقه بالجماعه ديال الجديده هي اللي كاينه في المحطه القديمه اللي في شارع محمد الخامس، هذيك هي المساهمه ديال الجماعه ديال الجديده اللي كاينه تم هذيك. واخا اما المحطه ديال القطار هذيك اللي حدا لافاك، هذيك ما عند الجماعه ديال الجديده يد فيها، هذيك ديال المجلس الاداري ديال المحطه الطرقيه. يعني يديروا مبادلات، راه كلشي داز في اطار توافق، في اطار رؤيه ديال السلطات الاقليميه، واللي كنشكروا بالمناسبه اللي واقف على كل كبيره وصغيره حتى يتم انجاز ديك المحطه الطرقيه. بالتالي احنا اللي يمكن لنا كجماعه ديال الجديده لانفيستيسمون اللي درنا تما هو الفتح ديال واحد الشارع ديال 50 متر اللي غيمشي من المحطه الطرقيه حتى للطريق ديال مراكش، باش تكون لاكسي لوطوروت من تما يكون ساهل، باش الكيران ما يبقاوش يدخلوا للمدينه ويبقاو يعني كيخنقوا الحركه ديال السير في شارع محمد الخامس. وهذا يمكن توجهوا بهذا السؤال للرئيس ديال المحطه الطرقيه يمكن يجاوبكم عليه. يعني السير هاني الحمد لله الحدود الساعه كاين بزاف ديال الحوايج تنوروا يعني الساكنه ديال الجديده ديال المواطنين، ولكن قدر الناس دابا تفرجوا غيفهموا منك بزاف ديال الحوايج ما كانوش فاهمينهم. اذا هنا كنلاحظوا كاين واحد المساله، كاين غياب التواصل بين المسؤول والمواطن. يعني المسؤول باش يجي باش يشرح للمواطن باش يقول ليها شنو كاين شنو كاين يطمئنوا على الاقل، لان كيف قلت لك راه الناس ما عندهمش عقليه سياسيه، كيشوفوك اسيدي انت انا صوت عليك نعرفك تخدم، يتسالك الكريدي ما يتسالكش الكريدي ما كيهمنيش انا داكشي نعرفك تخدم لي في المدينه ديالي. علاش ما كتواصلوش مع الناس بالخصوص الشباب اللي هما اللي يعني اللي هما اللي كيتسناو من المسؤول انه يخدم المدينه ديالو؟ شكرا على هذا السؤال مهم جدا، واللي في الحقيقه التواصل يعني ركيزه من الركائز فعلا ديال تدبير الشان العام، ضروري. والمشرع في القانون المنظم للجماعات الترابيه 113 ل 14 عطى واحد المجموعه ديال الاليات، مزيان نهضروا على هذا الشيء. اولا اعتقد بان مستشاري العداله والتنميه وعلى راسهم عبد ربيه والاخوان النواب الرئيس والاخت نائبه الرئيس والمستشارين كاملين، عمر شي واحد ما طلب التواصل لا من المجتمع المدني ولا من الصحافه ولا من اي كان ولا من المواطنين عاديين وما تواصلناش معاه. المكاتب ديالنا كانت ديما مفتوحه في وجه المواطنين، في وجه المجتمع المدني، الجمعيات الى غير ذلك. يعني انت تكلمتي الان على الاعضاء اللي كينتميو للحزب. انا كنهضر انا غنهضر على السيد الرئيس. السيد الرئيس يتواصل
الناس فرادى وجماعات يعني. ولكن نسولك العلماء ولا الاطباء اللي هضروا يعني على كوفيد واللي شخصوا هذا الحال يعني هذا الفيروس هذا واش قالوا كينتقل عبر الهاتف؟ وكتحرجني دابا كتسولني اسئله ماشي انا اللي غنجاوبك عليها. لا حيت انا كنقول كنقول حنا شخصيا تصنا به باش الناس حتى هما يفهموا لان الاتصال به شي راه هو يعني حتى هو حط واحد التدوينه في الصفحه الرسميه ديالو. واش نظرك تدوينه فيسبوكيه غادي تبرد هاد الناس اللي شاعله فيهم واحد الغالي؟ انا اعيدك بانني غنوصل له الميساج غنقولها له، هو اكيد غادي يشوف هذا الميساج هذا عبر القناه المحترمه ديالكم، غيشوف هذا الميساج وغيتواصل معك. ولكن يجب التأكيد على أساس أن السيد الرئيس كان كيستقبل الناس فرادى وجماعات وجمعيات وكل أفون كوفيد ما كانش مشكل، ولكن ملي جات كوفيد تغير الأمر شي شوية. بالتالي نعطيو شوية ديال الوقت يمكن نتواصلوا معاه، وكذلك التواصل الدائم ديالنا مع فيدرالية جمعيات ديال الأحياء وسولوه. فيدرالية جمعية الأحياء كان عندها على الأقل واحد 3 أو 4 ديال اللقاءات مع السيد الرئيس، وعبد ربي فيما طلب منه ان يتدخل في شان من الشؤون كنت كندخل وكنمشي وكنتعاون معاهم وكنوصل الساده النواب الرئيس والسيد الرئيس راه خصهم هذه كيتعاونوا معاه جميع الجمعيات لا الرياضيه ولا كذلك المجتمع المدني كانوا كيتواصلوا مع السيد الرئيس. انا كنقول المستشارين ديال الحزب العداله والتنميه وانا ككاتب ديال المجلس اخوان اللي بغى يتواصل عمرني ما صديت شي واحد، عمرني ما يعني ما كان لي شي سابقه مع شي واحد رفضت انني نعطي شي تصريح. ولا خاصني واحد توضيح للراي العام وكذلك جميع المغاربه في اي مدينه كيف ما كانت. انا كمواطن عادي نعم. الجماعه دارت واحد المشروع حطته يعني ما في صفحه رسميه، انا سمعت فيه شفت شي افيش ما عجبنيش داك المشروع ما عجبش كذلك المواطنين. واش عندنا الحق نعترضوا وما نوافقوش عليه؟ انا كمواطن عادي ما كنتميش للجمعيه ما كنتميش للحزب ما عندي حتى علاقه بيتي، انا مواطن عادي ما عجبنيش داك المشروع عندي الحق نعارضه. مزيان، سؤال زوين هذا غيحل لنا واحد المساله مهمه جدا، هو ان المشرع المغربي من الحط الدستور اولا وثانيا التفريع ديال الدستور في اطار القوانين والمراسيم يعني دار واحد المجموعه ديال الهيئات. اولا كاين عندنا هيئه اللي كنسميوها هيئه المناصفه ومقاربه النوع، هذه هيئه مستقله بذاتها فيها 43 ديال الاعضاء اختيروا من بين الاطر ديال المدينه الجديده وتوفر فيهم النوع، لا من حيث التكوين لا من حيث النوع ديال يعني المرأة والرجل، لا من ناحية الشباب لا من حيث الرياضة لا من حيث الثقافة لا من حيث ذوي الاحتياجات الخاصة إلى غير ذلك. هاد الهيئة مع الأسف أن المشرع ما عطاهاش الصفة الإلزامية، عطاها الصفة الاستشارية، وكاين مشاكل في إطار يعني التنزيل ديال هاد الهيئة على أرض الواقع، ويمكن التجربه اللي غادي تجي من بعد غتكون مفيده جدا، خاصه انك تشارك في وضع البرنامج ديال الجماعه. الا ما صادقتش على البرنامج ديال الجماعه ما يدوش، هذه الاول. ثانيا نظم المشرع سميتو المشاركه ديال المواطنين في اطار العرائض، رجعوا لها القانون 113 على 14 وغتشوفوا العرائض كيفاش نظمها المشرع. كاين كذلك الهيئات المهنيه والمجتمع النسيج الجمعه والمجتمع المدني كاين كذلك حتى هو يدخل في اطار التشريع، ماشي غير في اقتراح نقاط او الاعتراض على نقاط في جدول الاعمال ديال الدورات ولا المصادقه عليها ولا الطعن فيها، بل اكثر من هذا مشى للتشريع على المستوى الوطني، على المستوى ديال البرلمان وعلى المستوى ديال العرائض على المستوى الوطني، وراه كاين واحد جوج التجارب دازت شنو ناجحه. شنو يعني المعايير اللي كتخدم بها هذه العريضه هذه؟ هذه العريضه اللي كيتخاد فيها بعين الاعتبار هو اولا الجماعات الترابيه على حساب الساكنه ديالها، يعني على حساب العدد ديال الساكنه ديالها كيتطلب واحد العدد ديال التوقيعات. انا ما ضابطش الرقم بالنسبه للجديده، ولكن غادي يكون اكثر من 200 ولا 250 توقيع، 200 ولا 250 توقيع. الجديده يعني مشروع من المشاريع بغاوها المواطنين تكون يمكن يتقدموا بعريضه، وبقوه القانون ان الرئيس خصو يدرجها في جدول الاعمال وخصو يجاوب وخصو يدير واحد المجموعه ديال الاجراءات
باش يتجاوب مع هاد العرائض. فعلا السر راني نهضر معاك الان يعني في اخر مجال غادي نتكلموا فيه هو مجال الصحه باقليم الجديده. هذا المجال يعني اللي كيعيش صراحه واحد التهميش. الناس كيف قلت يعني في تصريح سابق صورنا الشارع الجديد كيقول لك انا نموت في الدار وما نمشيش لذاك السبيطار ديال الجديده. السبيطار كتقال عليه اكبر مستشفى في شمال افريقيا، يعني هذه الهضره اللي كتقال شفتي من برا تبارك الله البنايه وكل شيء، دخلتي لداخل كتلقى العكس ديال ديك التوقعات اللي توقعتي برا. يعني انت صفتك كمسؤول اقليم جديده، شنو الراي ديالك يعني في المجال ديال الصحه في الاقليم؟ ما نخفيش عليك يا اخي، مع هاد كوفيد انا بعدا كنقول حسن عوان الله يحسن عوان الطب ديال المغرب كامل، الطب ديال المغرب كامل والممرضين اللي في الصفوف الاماميه، والحمد لله اللي بلادنا اليوم نموذج يحتذى به. ولا ابالغ ان قلت باننا من بين 10 دول في العالم التي تتحكم في الكوفيد، فعلا. لا من خلال الاجراءات الاحترازيه، لا من خلال الاعانات اللي تعطات للناس المتضررين، لا من خلال كذلك الحمله ديال التلقيح اللي اليوم غاديه بشكل يعني بشكل جيد جدا. ولعل المؤشرات الداله هي الارقام التي هوت على المستوى ديال الوفيات وعلى المستوى ديال الاصابات في المدن. الا بقينا غادي بهذه الخطه المحكمه ان شاء الله ما غاديش يبقى كوفيد من هنا حتى من شهر ولا ابعد تقدير واحد العام غنكونوا تحكمنا في الوضع، الى حين انه 80% من الساكنه ديال الجديده اللي خصها تلقح يعني تلقح. كذلك هذا غيجرنا لواحد الموضوع اخر اللي هو غيكون مغربي ان شاء الله في الصيف ديال هذه السنه ولا ابعد تقدير نهايه هذه السنه غيكون وجهه سياحيه مفضله على المستوى العالمي. هل الاستثمار فين كيبان؟ هل الامور فين كتبان؟ على المستوى ديال المستشفى الاقليمي درنا دعوه بمناسبه انعقاد الدوره ديال فبراير، درنا دعوه للمندوب ديال الاقليم ديال الصحه، مع الاسف ما جاش لانه كان خصنا نستضحوا واحد المجموعه ديال الاشياء اللي نتعاونوا عليها بما كان الحال. انا كنعرفوا بان المستشفى الاقليمي بين اكبر المستشفيات اللي كاينه دابا في المغرب، واعتقد بانه حق لنا اليوم ان تكون عندنا مستشفى جامعي، تكون جامعه ديال الطب. دابا راه كاينه جامعه ديال المهن الطبيه والتمريض راه كاينه، ولكن خاصنا يكون عندنا جامعه ديال الطب. مدينه الجديده ان معلما من عيار مستشفى محمد الخامس يمكن تكون قاطره من اجل يعني ان ابناء مدينه الجديده ودكالها يبقاو يمشيو للمدن اخرى يقراو الطب وهذو اختصاصات اللي البلاد محتاجه ليهم. ولكن مع الاسف البنايه كبيره والامكانيات على قد الحال. ويعني ما كانش عندكم تواصل مع المندوب الاقليمي للصحه بعد؟ يعني ما وجهتوا ليه الدعوه ما جاش؟ ما تواصلتوش معاه؟ ما استفسرتوش؟ وجهنا له الدعوه ولكن مع الاسف جات مع الايام الاولى ديال التلقيح، الثلاث ايام الاولى اللي كانت حاسمه والانطلاقه ديالها كانت حاسمه. مع الاسف من فرصه اخرى ان شاء الله احنا غادي نشوفوا كيفاش نستضيفوه، نتقاسموا يعني نتقاسموا الهم ديال المواطنين ديال المدينة الجديدة في الاستشفاء في المستشفى الإقليمي، ماشي غير المستشفى الإقليمي، كذلك حتى يعني المستوصفات ديال الأحياء حتى هي خاصة. اليوم كاين السياسة الرائدة ديال صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله لتعميم التغطية الصحية، وهذا هو ورش كبير اللي خصنا نخدموا فيه، هو اللي غيكون إجابة على التساؤلات كاملة. يعني حق المواطنين كلهم انهم يمشيو للكلينيك ديال لا سي ان اس اس، يمشيو كذلك للكلينيك الخاصين اللي كيتعاملوا بالتعريفه الوطنيه ديال الصحه، وهذا يمكن هو المخرج من هذه الضائقه اللي كاينه الى استطعنا اننا نمشيو فيها في حدود كما رسم ذلك صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله في حدود في افق 2023، خاص التغطيه الصحيه والتغطيه الاجتماعيه تكون شامله المغاربه كلهم. يمكن غادي يكون ان شاء الله خير من هنا لبكره. نتمنى ان شاء الله ان قدام يكون خير. اذا السير راني كنشكرك على هذا الحوار. مازال عندك شي نقطه بغيتي تضيفها للشارع الجديدي؟ اولا اعتذر لابنائي ابناء مدينه الجديده ان صدر مني شي حاجه اللي تفهمت خطا. بالعكس انا كنت دائما كنشجع الشباب وكنت دائما اتواصل مع الشباب وهما راهم يقولوا الا كنت كنكذب يقولوا العكس.
إن العبارة ديالي تفهمت خطأ، بل بالعكس بغيت شباب حي، بغيت شباب يتابع يعني بدقة ما يقع في مدينة جديدة، ماشي غير في تدبير الشأن ديال الجامعة الترابية بل قطاع أخرى. شوفوا القطاع ديال الصحة، شوفوا القطاع ديال الرياضة، شوفوا القطاع ديال الثقافة اليوم اللي يعاني القطاع ديال الثقافة اليوم كوفيد، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأعدهم بأنني سأبقى أدافع عن الشباب من داخل حزب العدالة والتنمية خاص، وكذلك من أي موقع أنا أتحمل فيه مسؤولية غنبقى ندافع عن الشباب وأدعو الشباب للانخراط في العمل السياسي. كنهضروا هضر السي بن حاروقة على 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 يعني تدعيم لوائح ديال الشباب، ولكن ما السبيل اللي تدعم لوائح الشباب والناس ما كايناش في الأحزاب السياسية؟ أنا بغيت الشباب يدخلوا الأحزاب السياسية وهما المستقبل وهما كل شيء، باش يدخلوا الأحزاب السياسية باش يكونوا في اللوائح، وباش كذلك خصهم يمشيو يتسجلوا، خص كذلك يمشيو يصوتوا، لأن اليوم أمام ما يقع من محاولات ديال البلقانة ديال الخريطة السياسية من بعض، يعني هاد القسم الانتخابي وهاد إلغاء العتبة في حقيقة أعتبرها أنا في حزب العدالة كما يعتبرها حزب العدالة والتنمية نقص وتراجع على 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 النقط التي حققتها بلادنا في الديمقراطية إلى الأمام. يعني خص إعادة النظر في هذا الشيء، وكنتمنى من سيدي ربي أن هذا الشيء تعود فيه النظر اللي من أجل بلادنا. راه قال الزعيم أستاذ عبد الإله بن كيران في مرة من المرات، وكان صادقا في قوله، وندافع عنه وسيكون خير إن شاء الله. إن شاء الله، وكنشكرك كذلك على قبولك الدعوة من أجل نوير الرأي العام. متابعينا، كان تصريح مع الكاتب لجماعة إقليم الجديدة السراني، كنتمناو كذلك رسالة توصل لرئيس البلدية، وحتى هو يعني يخرج ويبرد ويشفي الغليل ديال الساكنة وكذلك ديال الشباب، لأن الكل كينتظر أن الرئيس البلدية من يوم ما صوتوا عليه أنه يخرج يهضر معهم، يعني بهذا المصطلح أنه يكالمي الشباب، لأن اليوم اللي كنشوفوا هاد الانتفاضة والاحتجاج السلمي والحضاري راه من عند الشباب ديال المدينة اللي دفعته الغيرة والنفس ديالو باش يهضر على المشاكل اللي كتعيشها المدينة ديالو. كان معكم حمزة مندوب خلف كاميرا عز الدين السطوري، لنا الصور ولكم التعليق، تبارك الله عليك. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.